ليه زعلان؟ كيف ما بدك ازعل؟ ما انا كنت متعود على بيتنا القديم وهلا نقلنا على حي جديد. لا، هيدا البيت كتير منيح وسعره ارخص من البيت يلي كنا مستاجرينه، وانت بتعرف بيك الله يرحمه مات وما ترك لنا شيء، وصدقني الامور كتير كتير سهله. انت عندك الامور سهله، اما انا عندي لا. هلا بدي اتعود على بيت جديد وعلى حي جديد وعلى رفقه جداد. انت سهلها وكل شيء بيمشي. على فكره نسيت اقلك، ما بدي مشاكل مع اي حدا بالحي، ماشي؟ انا ما بحب اعمل مشاكل، بس كمان ما بخلي حدا يعتد علي. هيدا بيتنا الجديد، صدقني رح تحبه، بس انت عود حالك شوي على الفكرة. اوكي اوكي. هيدا هو واسع وشرح، والعفش ان شاء الله بيوصل بكرة. بكرة عندكم نادي، الكل بده يجي. اوكي. ليك ليك هالبنت، شوف شو رح اعمل فيها. شو بلا ذوق، شو بدك؟ هيدا الجزدان. تعي تعي خديه. ولك هيدا الجزدان وليد. ولك اعطيني اياه. اعطيني الجزدان. ولك اعطيني الجزدان. ولك هيدا الجزدان. اعطيني الجزدان. ولك هيدا الجزدان. هيدا الجزدان. هيدا الجزدان. اعطيني الجزدان. انت قد هالحركة؟ ايه اكيد قد. قد ها؟ تركو يا بلزوق، تركو. تركو عمل لك تركو. فشر تاخده يا جبان. خلص إذا بتريد خلينا نمشي على البيت، ما بقلبه شي مهم. ناس بلا ذوق. بلا ذوق بلا ذوق، بس قبضايات. هيدا بيتنا، بس لحظة لصف البسكليت. تفضلي. شو فيه؟ ليش هيك صاير فيك؟ طب خليني فوت ومنحكي جوا. فوت لقلك فوت. شو صاير معك؟ حكي لي بالتفصيل. عامل مشكل مع شباب الحي. انا شو قلت لك؟ ما قلت لك بس نسكن هون ما بدي مشاكل؟ شو انت ما فيك عقل؟ سوري خالته، بس الحق مش عليه، الحق علي. كان في شباب برا وصاروا بدهم يشلحون الجزدان وهو اجا دافع عني. اوكي، تعا معي لنضف لك الدم.
يي حبيبتي بعتذر منك، تفضلي. ما انتبهت لأنه انشغلت بابني. تفضلي حبيبتي. شايف شو صار فيك؟ هاي آخر مرة بتعيدها. خالته أنا صار لازم فل، وبعتذر للمرة التانية على اللي صار. خالته حبيبتي، خليك تغدي معنا. إن شاء الله غير مرة، وهلأ ماما وبابا بيقلقوا علي. طيب حبيبتي ولا يهمك، المهم عيديها. بتشكرك يا... بعدك ما قلت اللي اسمك. سامر. شكرا يا سامر. وإنت شو اسمك؟ ميرا. تشرفنا. يلا بستأذن. شو حبيبي كيف صرت؟ الحمد لله. طيوبة هالبنت، حبيتها. هاي، كيفك؟ الحمد لله. شو عم تعمل؟ عم بسمع ميوزك. تفضلي. خي، وجهك تحسن عن قبل. ماما اعتنت لي بجرح تاني يوم ومش الحال. الحمد لله. بدي اسألك شي، بس خايفين يكون عم بتدخل فيك. لا تفضلي، ما بيأثر. انت ليه ما بتتعلم مهارات قتالية؟ مهارات قتالية؟ كيف يعني؟ مثلا كونغ فو، كاراتيه، أو يمكن جمباز. صراحة ما خطر عبالي هيك شيء قبل، بس حتى لو بدي اتدرب بعدني جديد بالحي، ما بعرف حدا. بس أنا بعرف، كان في حدا هون يدرب عمره حوالي 33 سنة، بس هلأ اعتزل وعايش بالجبل. إيه شو بينفعنا إذا معتزل عن العالم؟ منقدر نحكي معه وبنشوف، بلكي رجع يدربك. أنا حابب ومش حابب، ما بعرف شو بدي أقلك. مش لازم تحب، المهم تدافع عن حالك إذا حدا تعرض لك. صراحة كلامك مقنع، بس أيمتى منروح لعنده؟ شو رأيك بكرة؟ بكرة منيح. طيب أنا صار لازم روح، حبيت بس أجي أطمن عنك وطلع عليك. باي، بشوفك بكرة إن شاء الله. يلا يلا. شايف بيته صار ورا الشجرات، عامل بوابة حديد كرمال ما حدا يجي يزوره من العالم. صح مبين قاسي بس قلبه طيب. وهلأ بدنا نطلع من ورا البوابة. يلا.
مين انتو؟ وشو جايين تعملوا هون؟ عمو بعتذر بس بدي احكيك كلمة ضرورة. ما في كلام بيني وبين حدا، انزلوا بسرعة. عمو بس اسمعني للآخر، بس نخلص حديث بنعود بننزل وما بقى بنرجع لهون. خير شو في؟ عمو هيدا رفيق الجديد تعرفت عليه. مرة كنت ماشي بالحي واجوا شباب واعتدوا علي، وهو دافع عني بس للأسف لأنه ما بيعرف يدافع عن حاله ما قدر يساعدني. وأنا شو خصني بالموضوع؟ الصراحة أنت اللي خصك بالموضوع. أنا؟ كيف؟ بديك تدربه، أنت كنت مدرب قوي وبتقدر تساعده. حملي حالك وفلي وانسي الموضوع. عمو بليز. خلص خلينا نفل. لك أصبر شوي. عمو بليز، هاي الله بيحسب لك يا من حسناتك، عمل معنا معروف. عم قلك احملي حالك وفله بسرعة. يعني خلاص ما بدك تساعدنا؟ أنا كنت متأملي فيك. يا بنت رجعوا. أنا كنت عارفة إنه قلبك طيب ورح تساعدنا. رح ساعدكم بس مش أنا اللي رح دربه أكيد. طيب شكرا إلك، أخذنا من وقتك. هاي ما قلتولي وين بلاقيه؟ بالحي القديم يلي كنت ساكن فيه. فكرة هيدا الشاب هو اللي ضربني. ما تحمل هم. أس غريب، مبين عنا بالنادي، إلك سنين ما طلت لعنا. صحيح، بس أنا قصدك بخدمة. خدمة؟ خدمة شو؟ في هيدا الصاب اللي معي بدي إياك تدربه عندك بالنادي. نعم بدك تدرب هيدا عنا بالنادي؟ شو القصة؟ شو في؟ هيدا اللي حكيتك عنه وتجرأ علي هديك اليوم. أها هيدا هو لكان. لكان شباب خلينا نتدرب فيه شوي. اللي بده يوصل له بده يوصل لإلي قبل. عم تتحديني، عم تتحديني عندي بالنادي كمان. ما عم بتحديك ولا شي، لأنك تحديتني عندي بالنادي هون بدي الصبي اللي معك يلعب فايت مع ابن أختي. أنا قبلان. اوكي معك 15 يوم نحن جاهزين للفايت. اوس كيف بدي العب الفايت؟ مين بده يدربني؟ انا رح ضربك.
هاي مرة وتعبت، كيف بدك إياني أعملها 10 مرات؟ نفذ دون اعتراض. أسرع. كتير منيح. صاروا 7. اطلع. ارتاح. معك 2 دقيقة ترتاح فيهم. شو 2 دقيقة؟ راح نفسي. تعلم قاعدة ما بدك تنفذ دون اعتراض. لكي تصبح بطلا تدرب مثل الأبطال. خلصوا 2 دقيقة لنكفي التدريب. احمل المطرقة. بدك تكسر الصخرات لهونيك. نعم، نحن ما اتفقنا هيك. نفذ او بحمل حالي وبفل. اوكي رح نفذ. اليوم بدك تكسر هيدي وهيدي. والله ما عارف شو خاصة التدريب بتكسير الحجار. نفذ. هلا من كل عقلك بدك اياها تنكسر؟ نفذ. اشتغل من تاني جهة. شو تكسرت ولا ما تكسرت؟ تكسرت بس بعد ما راح نفسي ونشلوا ايدي. اتابع. وين كاين؟ بالتدريب. ماشي حالك؟ منيح. المهم ما بدي مشاكل. اوكي ماما فهمت، مش كل مرة تكرري هالموضوع. كفي أكل هولي، لقوم شوف الطبخة على النار.
مرتاح دقيقتين ومستكمل التدريب. حل عني خلص تعبت، شو بدك تدربني ولا بدك ياني كسر حجارة؟ وقف عندك، شو بدك مني؟ أنا بطلت أتدرب. إذا رحت رح تندم كتير. أنا حكيتك من أول الطريق بدك تصبر معي. بس أنا مش فاهم، شو خاص تكسر الحجارة بالتدريب؟ أنا قلت لك نفذ وما تسألني. آخر كلمة، بدك تستمر معي لأعرف حالي. إيه. فإذا بدك تلتزم معي بقاعدة نفذ دون اعتراض. وهلأ قم كفي تكسير. ماشي. مرحبا. اهلا حبيبتي. سامر هون؟ لا فوتي بعد شوي بيجي. طيب تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا فيكي خالته. بتحبي اعمل لك شي سخن او بارد؟ لا شكرا مرسي. طيب تبقي معنا على الغدا؟ طيب ليجي سامر. اوكي اهلا وسهلا. بدي منك طلب. تفضلي. بكرة عيد ميلاد سامر، وبتعرفي نحن هون بعدنا جداد بالحي وما عندنا معارف، وانتي صديقة سامر الوحيدة هون وحابة انه تشاركينا بهيدي المناسبة. ايه اكيد. ولا شو رأيك تقومي تساعديني بالطبخة؟ بتحبي؟ ايه اكيد بحب. اوكي تفضلي.
تنفخي كتير أحلى ما يرجع يفقع. صرنا جاهزين هلأ وهو حكيته على تليفون هيسر واصل. أوكي. وصل وصل. Happy birthday. Happy birthday, Samer. Thank you, Mira. كلك ذوق. قولوا تشيز. تشيز. حتى الأوقات عمرك ابتدى من جديد، ما تخاف اللي فات. كون قوي بالحياة وبحتى الأوقات عمرك ابتدى من جديد، ما تخاف اللي فات. لو كل العالم قسيوا كتير عليك، ما تخلي حلمك يضيع من إيديك. لو كل العالم قسيوا كتير عليك، ما تخلي حلمك ضيع من ايديك. كون قوي بالحياة، كون قوي بالحياة، كون قوي بالحياة وتحدى الأوقات وما تخاف اللي فات. قول كلمة أنا ما بقدر، يلا غير هالعادي، وكل شي صعب بتقدر تقهر وتنجح بالإرادي. ما تقول كلمة أنا ما بقدر، يلا غير هالعادي، وكل شي صعب بتقدر تقهر وتنجح بالإرادي. لو كل العالم قسيوا كتير عليك، ما تخلي حلمك يضيع من إيديك. لو كل العالم قسيوا كتير عليك، ما تخلي حلمك ضيع من إيديك. كون قوي بالحياة، كون قوي بالحياة، كون قوي بالحياة وتحدى الأوقات وما تخاف اللي فات. هلأ نحن صرنا جاهزين للفايت، خلصنا كل التمرينات، أهم شي عنا تخلي روح القتالية عندك عالية. Thank you.
بفوز معنا بالمباراة لاعب سامر. لا ألو ميرا، بعرف الوقت متأخر بس فيها أمك توصلك لعنا على البيت. يلا بانتظارك أنا. عفكرة لما اتصلت فيه بهيدا الوقت قلقت كتير، شو صاير معك؟ صراحة بعتذر منك لأني اتصلت فيك بهيك وقت، بس كان لازم قلك شي ضروري مش على التليفون. طيب خير، شو صاير معك؟ أنا ما رح أقدر أكمل بالفايت. شو؟ سامر ليه عم تحكي هيك؟ ما تنسى نحن عطينا كلمة للكوتش. صراحة أنا ما حابب فوت فايت مع حدا ولا أأذي حدا، هيدي منا شخصيتي. ما بعرف شو بدي قلك، هيدا خيارك وقرارك أنت، بس سؤال، أنت ليه قبلت تتدرب مع الكوتش؟ أنا كان هدف من التدريب مع الكوتش هو إني اكتسب القوة، وهاي القوة أنا هلأ اكتسبتها، فما بحاجة إني فوت مشاكل وتحدي مع حدا. على كل حال أنا بحترم قرارك وبتمنى لك التوفيق والخير بحياتك، ومثل ما قلت أنت أنك اكتسبت القوة وهيدا بحد ذاته وصول للنجاح. شكرا يا ميرا، أنا مش بس كسبت قوة، كسبت صداقتك ومعرفتك. وأنا كمان يا سامر.